السلام عليكم. تصعيد صهيوني هو الأخطر شهدته المنطقة اليوم بعد هجوم بست صواريخ استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، راح ضحيتها قائدان في فيلق القدس، وسبعة أو أكثر شهداء سقطوا في الهجوم، في حين نجا السفير الإيراني وعائلته بعد تأكيدات من الصهاينة أنهم انتهى الظهر مغادرته لاستهداف القادة العسكريين اللي كانوا موجودين في المكان. بهذه الأثناء الخارجية الإيرانية أعلنت أن الهجوم على القنصلية عمل عدائي وانتهاك للقانون الدولي، وعلى الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات، مشيرة أنها تدرس أبعاد الهجوم، وحملت الكيان مسؤولية وتداعيات ذلك في احتفاظها في حقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، وستقرر نوع الرد وشكل العقاب. هذه الحادثة سبقت بأخرى مختلفة استهدفت بناية أو قاعدة عسكرية كما قيل في إيلات تبنتها المقاومة العراقية. فإلى أين ستأخذنا هذه التطورات؟ هل هي إلى ساحة حرب مفتوحة أم إن للدبلوماسية رأي آخر؟ رحب بكم وبضيوفي الكرام، الأستاذ كامل الكناني الخبير والكاتب الإعلامي، والأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات، ومن طهران الأستاذ هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. حياكم الله ضيوفي الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ كامل، كيف تقرأ هذا التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله. حياك الله الكرام سيد الأستاذ أفقهي. بالحقيقة هو مو تصعيد، هو تأكيد على سياسة بدأها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه في عام 1948، هو استمرار بالجرائم، استمرار بالقتل، طريقة القوة، طريقة الإرعاب، طريقة التفويض، يعالج كل المشاكل خارج حدود العقل والمنطق والعمل السياسي والعمل الدبلوماسي. الآن النظام في مأزق، النظام الصهيوني، الكيان الصهيوني الآن في مأزق، ومأزق يتآكل يعني من الناحية الواقعية. النظام بدأ يفقد شواطئه، بدأ يتحشم من الداخل، بدأ يفقد رصيده الدولي، بدأ يفقد آلة مهمة من آلات سيطرته وهو القدرة على التخويف. لم يعد نظاما مخوفا، يعني عجز عن مواجهة حماس في قطاع غزة. شوف الآن آخر مخطط ميامي بين 1948 1967 1973، حروب النظام الكيان الصهيوني اللي كان يستطيع أن يحتل أراضي خمس دول في خمس أيام، الآن يحدث في مواجهة حماس بعد اقتربنا من الشهر السادس. لكن 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 الوصول إلى مرحلة قصف بعثة دبلوماسية بهذا الشكل هو إعلان حرب. يعني أنا أعتقد أن قصف مستشفى غزة، قصف المستشفى المعمداني، وقتل 500 في غارة واحدة، ما يختلف عن هذه القضية. صحيح، لكن في الأعراف، في الأعراف الدبلوماسية والدولية، قصف بعثة دبلوماسية يعني شيء آخر. أستاذ محمد، إحنا علينا نتحدث عن الكيان الصهيوني. مئات القرارات الدولية خالف الكيان وضرب عرض الحرب، عشرات القرارات خاصة باللاجئين، عشرات القرارات خاصة بالمستوطنات، عشرات القرارات خاصة بالأرض المحتلة اللي لازم ينسحب منها، ما ملتزم بأي قرارات دولية. ليه متى كان ملتزم حتى هسه انتهك القانون الدولي؟ مو يعني النزول إلى هذه الحادثة وتصوير الكيان اخترق القانون في هذه الحادثة، هذا إعلان كبرئة الكيان من اختراقاته السابقة للقوانين الدولية. الكيان الصهيوني قائم على عدم احترام القوانين الدولية. لو أراد أن يحترم القرارات الدولية كان راح القرار 181 قرار الدولة اليهودية والدولة، كان راح القرار 383، كان راح القرار 242. تمام. بالنتيجة كل القرارات الدولية اللي ينتهك النظام هو جاي. أنا أروح لضيفي من طهران وأرجع لحضرتك أستاذ هادي أفقهي، حياك الله. حياك الله أستاذ أحمد. كيف ممكن أن يوصف، يعني اولا هل هذه القنصليه هي ضمن مبنى السفاره الايرانيه في دمشق؟ طبعا يعني العلم الايراني كان مرفوعا على سطح القنصليه جانب السفاره، كان عليه مستقل، وحتى كما صرح السيد الاكبري السفير الايراني في دمشق اللي هو كان يستهدف، قال إنه هذه القنصلية أرض إيرانية، وهذا الاعتداء يعتبر أرضاً، يعتدون على أرض إيران حسب الأعراف الدبلوماسية.
هذه المناطق كلها حسب المادة 161 معاهدة جنيف محمية ومساندة دبلوماسيا ولا يمكن لأحد أن يعتدي عليها. من هذا المنطلق سيحق لإيران بالدبلوماسية الثورية وكذلك بالدبلوماسية السياسية ستلاحق هذا الموضوع على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي. تعرف إيران كيف ترد على مثل هذه الاعتداءات، وخصوصا غيرت في الحقيقة إسرائيل قواعد الاشتباك عندما بدأت اللعب على الهاوية، وهذا هو مصير نتنياهو. يعني كلما يضيق به الخناق كلما يعني يخترق الخطوط الحمر المعترف بها دوليا وليس فقط إقليميا أو الداخل الفلسطيني، من إبادة بشرية وكذلك من تدمير للبنى التحتية والمشافي وكذلك منع المياه والأدوية الدواء والغذاء وتجويع الناس. إذن العدو الصهيوني مع هذه الضربة المباشرة في الحقيقة أراد أن يورط الأمريكي ويخلط الأوراق ويشغل المجتمع الدولي بهذا الحادث، خصوصا بعد مجزرة مجمع الشفاء الذي كشف وكشر عن أنيابه العدو الصهيوني في هذه المجزرة وبدأ يشغل العالم. فبعد هذه في الحقيقة الفضيحة في مشفى الشفاء حاول أن يغطي من هذه الضربة، ولكن هذه ستكلفه ربما ليس أقل من مشفى الشفاء إن شاء الله في المستقبل القريب. يعني شنو كانوا يسوون دول الـ يعني الشهداء اللي القادة العسكريين اللي موجودين في القنصلية؟ هل كانوا بدعوة رسمية مثلا؟ هل كانوا يقومون بعمليات ضد الكيان؟ حبيبي هؤلاء موظفون رسميون في إطار المستشارية العسكرية للسفارة. كل سفارة لها مستشارية عسكرية، ملحقية عسكرية، ملحقية ثقافية، ملحقية تجارية. فهؤلاء كانوا كما صرح السيد أكبري السفير أن هؤلاء كانوا موظفون رسميون ودبلوماسيون رسميون في القنصلية. يعني سيد أفقهي، يعني اللي استشهدوا اليوم هم موظفين في السفارة، يعني في البعثة الإيرانية في دمشق. أحسنتم، بعثة عسكرية ودبلوماسيين تحت طائلة السفير وصلاحية السفارة. قلت حضرتك أنه يعني هل من الممكن الآن أنه قواعد الاشتباك بين الكيان وبين محور المقاومة تغيرت بعد هذا الاستهداف؟ هو يعني أحس كما صرح جالنت من واشنطن أنه ردا على لقائي التقى قادة الفصائل الفلسطينية مع الإمام الخامنئي، فقال وصلتنا الرسالة، وربما أراد أن يستبق ما قرر وما اتفق عليه من تجديد وتغيير قواعد الاشتباك بعد رجوع هؤلاء القادة إلى مواقعه. فأراد أن يستبق أنه أنا لست خائفا وأنا متحضرا وأقوم بهذه الضربة الاستباقية، في حين أنه ما تقرر في طهران، وأنا لست في التفاصيل، ولكن العنوان العريض واللقاءات والتصريحات التي أدلى بها سماحة الإمام الخامنئي، السيد رئيسي اللواء باقري رئيس الأركان، السيد أمير عبد الله يان وقائد فرق القدس، كل هذه رئيس البرلمان، كل هذه توحي أنه هناك شيئا ما توجس منه الجانب الصهيوني. وخصوصا نحن الآن مرحلة مفصلية سيد محمد، يعني مرحلة مصيرية فيما يتعلق بداخل غزة، من عملية إبادة جماعية، من عملية الدخول الأمريكي على الخط بحجة حصان طروادة ما يسمى بالمنصة العائمة في سواحل غزة لإيجاد ما أعرف إدخال مواد غذائية. كل هذا الحقيقة وراء ما يمكن أن نقوله أنه أمريكا والعدو الصهيوني اتفق على هذه الضربة، لأن طائرة F-35 قدمت حديثا للأسطول القوة الجوية الإسرائيلية، والذي يدير هذا الأسطول في الحقيقة هم خبراء أمريكيون وليس خبراء الصهاينة. يعني تقصد أنه هذه الضربة نفذت بأيادي الكيان ودعم أمريكي، هكذا قصدك؟ بإدارة أمريكية وبتوقيع أمريكي على هذه الضربة. أها زين، إذا يعني شفت معروف أنه الكيان الصهيوني اللي وجد نفسه في الوحل في قضية غزة حاول مرارا أن توسيع المشكلة الداخلية واستدراج
على الأقل أنه إيران للدخول في ساحة معركة كبيرة قد تؤدي إلى حتى إلى حرب عالمية ثالثة. هل بهذه يعني بما حصل اليوم يمكن أن يتحقق ذلك؟ يعني أنا أستبعد الآن الحديث عن حرب حتى إقليمية، فما بالك بحرب عالمية ثالثة والذي سيكون فيها إن حصلت خصوصا الحرب الإقليمية الطرف الأساس وليس إسرائيل، هي أمريكا. وأمريكا حقيقة أنا أستعير هذا اللفظ هي كذلك غارقة في الوحل السياسي في الداخل. يعني المظاهرة الآن تعم كل الولايات المتحدة، كل الولايات في الحقيقة هنا هم الآن على أعقاب انتخابات، وأسهم بايدن تتراجع شيئا فشيئا، وخصوصا إذا دخل ترامب الحلبة ربما يكون هو الفائز وبفارق كبير. صحيح وهم لا يفترقان في دعمهم للعدو الصهيوني، ولكن في سياستهم يعني حتى عدم استخدام النقد في القرار الأخير في مجلس الأمن أراد أن يبيعه للداخل الأمريكي أنه أنا يعني مع وقف إطلاق النار، لكن في نفس الوقت الذي صوت بالامتناع استضاف بلن لتقديم له القنابل الطازجة لاستخدامها منذ شعب غزة. تمام سيد حيدر، يعني أولا داخليا بالنسبة لي عراقيا، يعني كان هناك عمليات عراقية تبنتها فصائل المقاومة قبل أيام، الجزء الأولى كانت في استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في داخل الكيان، والثانية في إيلات وغيرها. فهم ما حصل اليوم في القنصلية الإيرانية على أنه رد لما قامت به المقاومة العراقية في الأيام السابقة، هل هناك ربط بين الاثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك أخي محمد، ضيفيك الكريمين وقناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام. أنا أعتقد حقيقة أفكر عكس هذا التفكير أو عكس هذا التوجه، باعتبار هل مع انطلاق طوفان الأقصى كانت المقاومة العراقية توجه ضرباتها، لم تكن الضربات محدودة على القواعد الأمريكية الموجودة عفوا داخل العراق أو داخل سوريا، كانت هناك ضربات عديدة حقيقة وجهت هذه الضربات إلى الكيان الصهيوني بشكل مباشر. لماذا لم يكن الرد بشكل مباشر على هذه الضربات إذ ما ذهبنا، كانت هناك ردود، إذ ما ذهبنا إلى هناك ردود عن طريق الأمريكان بالضبط، لكن إذ ما ذهبنا إلى هذه القضية لماذا تأخرت أو تأخر الكيان الصهيوني بالرد على هذه الضربات إلى هذه اللحظة؟ أنا أعتقد حقيقة من وجهة نظري الخاصة القرار الأخير داخل مجلس الأمن الدولي بإيقاف الحرب في غزة، وأيضا كان التصويت تقريبا بشكل إجماع ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصوت ولم تعترض بحق الفيتو في هذه القضية، أربكة حقيقة التخطيط الاندفاع الصهيوني، حتى أنه اللجنة الخاصة التي كانت من المقرر أن تذهب للولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض على المشروعين التي قدم من قطر ومصر انسحبت في هذا الموضوع. كان هنالك حرب إعلامية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، هذه الحرب هي إعلامية فقط لذر الرماد بالعيون لكثير من حلفائهم العرب تحديدا، باعتبار الواقع العربي أصبح واقعا حقيقة ركيكا، لكن الواقع يقول أنه الداعم الأساسي للصهاينة هو الأمريكان، حتى في القرارات الدبلوماسية وتعطيل عملية إيجاد قرار لوقف إطلاق النار في غزة كانوا الأمريكان هم العامل الأساسي فيه. وأنا أعتقد أنه مثل ما صرحت الولايات المتحدة ورئيسها بايدن وكذلك رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو على أنه هذه الحرب حرب وجود لإسرائيل، إذا ما خسرت إسرائيل هذه الحرب إذن هي النقطة التي لربما ذهاب إسرائيل إلى البحر. أنا أقول هذا القرار في مجلس الأمن لربما أربك الواقع الصهيوني، وبالتالي نشاهد جميع العمليات ما بعد هذا القرار حقق عمليات دنيئة جدا باعتبار استهداف مستشفى الشفاء، حرق هذه المستشفى وتدمير جميع وقتل جميع المرضى الموجودين. أيضا هذه الجريمة إذا ما قررناها بالجريمة الحالية هي يندى لها الجبين، وبنفس الوقت إذا ما رجعنا إلى القرارات الأممية
والدولية وكذلك قواعد الحرب والاشتباك. دائما تعتبر القنصليات، تعتبر المستشفيات، تعتبر كثير من المواقع هي بعيدة عن ساحة المعركة ومحظورة دوليا أن تستهدف من قبل جهة معينة. شوف هذه التصرفات الكيان الصهيوني الأخيرة، إذن هي تنم عن عدم إدراك، وإلا شاهدنا حقيقة هذا يعني معقولة الكيان الصهيوني ما يعرف انه ضرب ما يعرف ضرب بعثة دبلوماسية؟ لا يعني هو ما يعرف، هو مو قضية ما يعرف، لكن هو إرباك. مرات أنا أعرف ماذا أفعل، لكن نتيجة الواقع المعركة وخسارة الواقع أضغط بجانب. أولا المعارضة الصهيونية كانت لها تصريحات نادت أن نتنياهو فاشل وعلينا أن نجري انتخابات مبكرة، وهو يعلم بالانتخابات المبكرة واختيار حكومة جديدة للكيان الصهيوني، إذن هي القضاء على نتنياهو لربما يعرض إلى المحاكمة. هذا جانب. الجانب الآخر النقد المباشر حق من كثير من القيادات الموجودة داخل أيضا المؤسسة التشريعية الصهيونية بأداء المنظومة الأمنية والمنظومة السياسية لنتنياهو. بالتالي هو لم يحقق لحد الآن 6 أشهر، هل استطاع أن يطلق هذه الحملة البرية التي رفعت شعار أنها سوف تحرر الأسرى الصهاينة لدى حماس؟ استطاعوا أن يصلوا لأسير واحد؟ لم يستطيعوا. هذا القتل الكبير والتدمير الكبير الذي كان من خلال له فرض إرادة على المقاومين في حماس للاستسلام أو للتراجع أو بقبول شروط معينة للكيان الصهيوني، هل استطاعوا؟ إذن هل استطاع الكيان الصهيوني أن يصل بأهدافه إلى نقطة معينة؟ إذن حقيقة بعد القرار الأخير كان هنالك إرباك، إرباك سياسي بإدارة الملف السياسي من قبل نتنياهو، وكذلك إرباك عسكري وأمني باعتبار المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية قد فشلت فشلا ذريعا في ساحة المعركة. ماذا تفعل؟ هي تحاول الآن أن تغطي على هذا الفشل بحادثة معينة. لربما تقول أنه إذا ما استهدفت هذه القنصلية وهي تعتبر أرض إيرانية بحسب المنظومة الدبلوماسية، لربما سوف يكون هنالك ردا من الجانب الإيراني على إسرائيل بشكل مباشر، أي معنى رد عسكري إيراني مباشر على الكيان الصهيوني، وبالتالي هي سوف تخلط الأوراق وتدفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشترك بالحرب بشكل مباشر لا بشكل غير مباشر. ولربما هنالك حلفاء آخرين في المنطقة سوف تدفع بهم إسرائيل. كم مرة حاولت إسرائيل أن تدفع بعض البلدان العربية أن تكون لها حقيقة إجراءات عسكرية أو أمنية باتجاه الجمهورية الإسلامية في هذه القضية، لكن تخوف هذه البلدان بأن تدخل بهذه الحرب منعها عن هذه القضية. أنا أعتقد هذا الموضوع هي محاولة للكيان الصهيوني أولا تغطية على الخسارة. الآن ماذا نتحدث؟ نحن نتحدث على أنه هنالك استهداف وهنالك ضرب من الكيان الصهيوني لأرض إيرانية، ننتظر الرد الإيراني على هذا الاستهداف. ماذا سوف يكون الرد في هذه القضية؟ هل سوف يكون الرد الإيراني ردا مباشرا على الأرض الصهيونية؟ كانت قواعد الاشتباك هي ضربة بضربة، وتحقق هذا الموضوع في أكثر من مرة، لكن الآن اختلف الموضوع. بضرب بعثة دبلوماسية اختلف الموضوع. خلينا نروح لأستاذ كامل. أستاذ كامل، يعني المطب اللي سقطت بسلطات الكيان هو في عدم تحقيق أي من أهدافها اللي كان هو الهدف الأساسي هو القضاء على حماس. يعني لحد هذه اللحظة الكيان يعاني، لم يحقق أي هدف من أهدافه غير قتل المدنيين، وهذه الفضيحة الكبرى أمام العالم، و فضيحة الكيان اللي صارت على حتى فقدان لمناصرين على مستوى العالم، تظاهرات في مختلف دول العالم، وانهيار اقتصادي بالكامل للكيان، خسارات مالية بملايين الدولارات، ونازحين لأول مرة داخل الكيان الصهيوني، تفاصيل كثيرة كلها تؤشر أن الكيان الصهيوني دخل داخل المنشار. إذا تراجع فهو خاسر، وإذا بقي هو خاسر. هل هو هذا جزء من التعبير عن الخسارة في محاولة لتوسيع نطاق حربه والتنفيس عنها في خارج منطقته؟ أنا بودي أن يعني أطرح النظرية الإسلامية كيف يدير الله الكون معتمدا على سؤالك. الله سبحانه وتعالى حينما يزداد المجرمون إجراما، الله سبحانه وتعالى في التعبير القرآني يلقي الرعب في قلوبهم. اللي يلقى الرعب في قلبه لما يخطط ما راح يخطط تخطيط سليم، ما راح يعمل عمل سليم. ألقى الله الرعب في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم. شوف التعبير القرآني وراء هذا النص القرآني
ألقى الرعب في قلوبهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إذن هنالك في التحليل الإسلامي يعني انتكاسة كبيرة للمشروع الصهيوني، وصل الكيان الصهيوني إلى أفق النهائي، والآن بدأ الانحدار. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والدول الشرقية التي دعمت الكيان الصهيوني عبر أكثر من 70 سنة ماضية عجزت أن تعطي شرعية لهذا النظام، لا شرعية قانونية ولا حدود ولا دستور ولا جنسية ولا هوية. قبل سنة صرح بايدن قال ضرورة تعترفون بإسرائيل كدولة يهودية. لحد الآن من النهر يعني في حسابات الأمن القومي للبلدان لا دستور ولا حدود ولا عاصمة. عاصمة الكيان الآن هم اللي هي القدس، هي أرض محتلة طبق قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية. فإذن المشروع الصهيوني بدأ يستنفذ، بدأ يختنق، بدأ جاءت ضربة الطوفان الأقصى في الوقت المناسب. هذا الوقت اللي اهتز الكيان أمنيا وعسكريا أضيف إلى هذا التراكم وإلى هذا الفشل السياسي والاقتصادي، الكيان الصهيوني عايش على الاستجداء، يعني ألمانيا تساعده وأمريكا تساعده وتعطيهم فلوس عايشين. الآن هذا كله بدأ ينفذ، بدأ يعجز عن أن يحقق الأهداف. هذه ضربة طوفان الأقصى وهاي الحرب سلبت من الكيان الصهيوني عنصر مهم جدا من عناصر قوة البشرية، وهو اللاجئين اللي يجون من العالم يستوطنون بإسرائيل. الآن لم يعد هنالك قدرة للكيان الصهيوني على الجذب، بس بالعكس صارت هجرة من الداخل. فإذا الكيان الصهيوني دخل في نفق لا نهاية له لا مخرج له، يعني نفق مظلم منتهي. يعني الكيان الصهيوني الآن يتدحرج إلى الحصار النهائي. مخرجه الوحيد، مخرجه الممكن، مو بالضرورة مخرج ولكن ممكن أن يكون مخرج، هو استدعاء العالم لحرب ضد إيران وضد محور المقاومة. ولذا كل خطوات اللي جاي يسويها هي فقط في هذا الاتجاه. هل يمكن أن يتحقق هذا يعني الآن لما لو كان هذه الخطوة الحمقاء، لو كان خصمة لو كان خصمة أحمق كان ممكن تصير، بس خصمة في محور المقاومة حكماء علماء قادة منظرين لا يردون رد مباشر أبدا ولا ينفعلون في مواجهة خطوات الكيان الصهيوني. حينما استشهد الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس كان هناك تصور أن أمريكا سترد، أن إيران سترد على، قالت إيران لا يوجد شخص بمستوى سليماني حتى نرد عليه، بسطال سليماني أفضل من ألف مثل ترامب. الرد هو بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة من غرب آسيا. طريقة إيران في الردود دائما جيوستراتيجية عميقة مؤثرة غير مباشرة غير منفعلة غير يعني متأزمة. وإيران تمتلك خيارات كبيرة، يعني تصور أن إيران تمتلك، يعني الآن إذا ثبت من الناحية القانونية أن القنصلية التي قصفت من ناحية المستند الأرضي يعني تابعية هاي الأرض إلى السفارة، يصير من حق إيران أن تضرب أي سفارة في أي دولة بالعالم للكيان الصهيوني. طبيعي، أحد حق الرد بالمثل. كل أرض للكيان الصهيوني في أي مكان بالعالم ممكن أن تقصف. فالكيان اللي يقتل شخص أو يقتل شخصين أو يقتل 7 أو 10 ويوقع نفسه في مثل هكذا أزمات، هذا بالتأكيد معاقل. شوف إحنا عندنا في نظريتنا الشهيد هسه هذا الله يرحمه اللي استشهد في محمد رضا زاهدي، هذا يجوز 2000 مرة داعي الله أن يستشهد، يجوز 2000 مرة داعي الله أن يستشهد بليالي القدر، يجوز 2000 مرة داعي رب أن يستشهد بشهر رمضان. لما تجي مثل هيك الشهادة بالنسبة له مو خسارة لا إله ولا لعائلته ولا لزملائه ولا لرفاقه. إحنا خطنا هو هذا خط، يعني الله سبحانه وتعالى في طريق هداية البشرية أكثر من 124,000 نبي حسب ما تقول الرواية، يقتلون نبي يودي لهم واحد، يحرقون نبي يودي لهم واحد، ينشرون نبي يودي لهم نبي. هو طريقة المنهج الإسلامي والإلهي هو هذا، يقدم التضحيات حتى الإنسان يهتدي، حتى الإنسان يقتنع، حتى الإنسان يفهم، ومن ثم يتوجه إلى الله. إذن الكيان الصهيوني ركب موجة خاسرة دخل زين. هذا بالنسبة لإيران والمحور، لكن بالنسبة للطرف الآخر حتى الأمريكان لا يبدو أنهم يريدون أن يعني مثل ما قال السيد عفقهي أن هم الآن غاطسين في الوحل، لكن لا يبدو أنهم يريدون الغطس أكثر في هذا الوحل. لا لا، الأمريكان هم قادة الحروب في العالم، لا يريدون مواجهة مباشرة. لا هم جاي يواجهون، لا هم الآن الحرب هاي حرب الكيان الصهيوني على غزة وعلى الناس وعلى المستشفيات وعلى المدارس، هي حرب أمريكية بكماشة نار صهيونية.
يعني لا نحاول يعني في التحليل السياسي ممكن أن تقول أن أمريكا الدولة هي خارج القتل المباشر، ولكن لا عفوا أنا من الناحية الاستراتيجية لا أمريكا الجهة التي تقود العالم لا أستاذ كامل بس حتى يتوضح سؤالي، يعني الأمريكان هم من يقومون الآن بكل ما يجري في غزة ويتحملون مسؤولية كاملة من اليوم الأول لطوفان الأقصى أجوا حضروا وقت العمليات أجا بايدن وجت فرقاطاتهم وجت طائرات لا توسيع العملية إلى حرب إقليمية بمشاركة أمريكية هذا ما لا يريدنا الأمريكان لا يريدونه ما يعلنون أنهم لا يريدوه ولكن من الناحية الواقعية هم أي فرصة لقتل الآخر لإيذاء يسووها جاي كامل أنا أعتقد أنا أقصد حرب بمعنى الحرب المفتوحة هذا الحرب مو خيار مو لوحدهم لأنه الطرف الثاني طرف حكيم عاقل ما ينساق إلى الحرب ما مخطط لها أكون نقطة جدا مهمة باعتبار لحد هذه اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية نعم هي تدير المعركة لكن لم تدخل بشكل مباشر كمقاتل مباشر على أرض الواقع أنا أعتقد حتى قوات أمريكية موجودة حتى من قوات المارينز نخبة المارينز موجودة موجود حتى قتل انطوف هاي المعركة لكن تحت عنوان قوات الكيان الصهيوني ليس بس خلي نتحدث بهذه النقطة وهذا الجزء أنا أعتقد هذه الممارسات من قبل الكيان الصهيوني هي محاولة واضحة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون طرف مباشر بهذه الحرب وبالتالي الولايات المتحدة إذا ما دخلت هذه الحرب لن تقبل أن تخرج منها مهزومة وبالتالي إسرائيل أنا أعتقد هي وصلت لقناعة كاملة على أنها لن تستطيع أن تنتصر بهذه الحرب وأن بوادر الانهزام أصبحت واضحة إذن ماذا تفعل في هذه القضية؟ إذن هي تحاول أن تضرب حالة معينة لجذب المعركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإدخال أطراف أخرى في هذه الحرب وبالتالي هي تكون خارج هذه تمام سيد أفقهي ما هي خيارات الرد الإيراني على ما حصل في دمشق؟ يعني قبل هذه العملية كانت الحرب تقليدية على المستوى الأمني ويختالون علماء ترد إيران ينقضون على من خلال مسيراتهم وعملائهم في الداخل على منشآتنا الصناعية على منشآتنا النووية على اختراقات إلكترونية حرب السايبرانية ترد إيران ولكن الآن بعد الاشتباك تغيره كيف سترد هذا يرتبط بالقيادة العليا على الجانب الأمني على الجانب هل سترد بشكل مباشر هل سترد عبر شركائها في محور المقاومة هذا كله في الحقيقة الوضع التكتيكي والميداني ولكن التأني والدقة والتخطيط الذي تمر به الآن هذه القضية طوفان الأقصى لا نعنونها خطأ من أنه هي البداية هي استمرار للمسار من 70 سنة وعندما انتصرت الثورة الإسلامية هذا المسار في الحقيقة تغيرت البوصلة لصالح محور المقاومة لصالح القضية الفلسطينية كما عبر زعماء وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية من أنه لولا إيران طيب هل من مقدور إيران الآن أن تضرب بصواريخ فرد صوتية حقيقة الداخل العمق الإسرائيلي هل ليست حزب الله أن الآن يعني يقصف تل أبيب بشكل بصواريخ التي يمتلكها وهم يعرف العدو السنه أليس في مقدور المقاومة الإسلامية العراقية أن تصعد أكثر من هذا العملية ليست هكذا العملية أنه هناك مسار سيطول حتى في مراكز بحثية علمية أمنية استراتيجية سواء في الداخل الإيراني الذي أنا على يعني مقرب منهم هناك عقيدة أنه هذه الحرب سوف لن تنتهي بهدنة أو بوقف إطلاق نار في غزة بدأت هذه الحرب بدأت في الحقيقة عملية انسيابية بتخطيط ذكي وحكيم وتنسيق كامل بين حلقات محور المقاومة والجمهور الإسلامي باعتبارها حجر زاوية هذا المحور هذه العملية بعض المحللين استراتيجيين في إيران ستطول إلى عام 2027 ومن هنا يجب التحضير لحرب طويلة الأمد سواء الآن انتهت حرب غزة أو وقف إطلاق نار نزع سلاح لا سمح الله حماس السيطرة الكاملة والمسك بالأرض الحقيقي من طرف العدو الصهيوني تبديل غزة إلى موسم هذه لا تنهي الحرب الآن بعد أن بدأت شرارتها وبدأ يعني بس سؤال بداع الفضول يعني لماذا في عام 2027
نعم. شنو اللي يحصل مثلا بعد 2027؟ يعني هناك حسابات استراتيجية، استعدادات لوجستية، عمليات تنسيق، تغيير ظروف المنطقة، تهيئة شعوب المنطقة، التحالفات، الوضع الاقتصادي، الوضع الدولي، هذا كله في الحقيقة يرشح منه ربما عام 2027. حتى البعض يعتقد أنه في عام 2027 ستكون هناك إرهاصات عملانية ميدانية لإنتاج نظام دولي جديد متعدد المحاور. هذه إرهاصات هذا النظام. وأنا أذكر الكريم وأنتم أكيد على علم أكثر مني، عندما التقى بوتين بسماحة السيد بعد بدايات الأزمة الروسية الأوكرانية، ماذا قال سماحة السيد؟ قال له العالم ظني بعد الأزمة الأوكرانية ليس كما قبل هذه الحرب، وربما نحن على أعتاب ولادة نظام عالمي جديد متعدد المحاور أو متعدد الأبطال. ونحن الآن نلاحظ يعني حتى على مستوى التكتلات الاقتصادية، هناك الشرقي هناك غربي. الشرقي بدأ من الحقيقة شانغهاي إلى أوراسيا وانتهى بعامل القارات اسمه بريكس. الغربي كذلك السوق الأوروبية والنيترو ما إلى ذلك. هذه الانقسامات وهذه الاصطفافات تنبئ عن نظام عالمي جديد. يجب أن الحقيقة ندرج عملية طوفان الأقصى في هذا المسار، لا نختزل العملية أنها والله مجموعة مجاهدين قاموا لتحرير أرضهم لعدو الصين. هذا هو هذه الوظيفة الذاتية لهذه المقاومة. ولكن ماذا بعد هذه المقاومة؟ ماذا بعد اليوم الثاني للحرب كما يقال أن أصبح متداولا الحل الدولتين؟ عن أي حل دولتين نتحدث؟ هل بقي شيء فلسطين في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى لفلسطين 48 شيء يستطيع حتى يمكن أن يسمى دولة؟ لكن على المستوى الدولي، على المستوى الدولي، على المستوى الدبلوماسي، من ايضا هل من يعني من الممكن ان نشوف تحرك ايراني باتجاه الامم المتحده مثلا، مجلس الامن؟ دعا اليوم السيد عبد اللهيان وكذلك وزير الخارجيه السوري السيد سيقدمون وعلى المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الامن عليه أن يقوم بإنعقاد جلسة طارئة لمعالجة هذا الموضوع وللتنديد، وحل حتى الدول الأوروبية التي رفعت عقيدتها في قضية الحرب الأوكرانية وحتى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجرائم الحربية، كل هذه الآن مكلفة وموظفة أن تتخذ موقف من العملية، لأن هذه عملية اختراق بقوانين دولية وليس مجرد عملية أمنية هنا وهنا. تمام، باعتبارك دبلوماسي سابق، يعني لو كان هذا الحدث يعني قانونيا كيف ممكن أن يتعامل القانون الدولي مع جهة أو كيان أو دولة تقوم بالاعتداء على بعثة دبلوماسية؟ يعني لو كان أخي العزيز القانون الدولي مستقلا، تلاحظ كيف تعاملت محكمة العدل الدولية مع شكوى قدمتها جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالإبادة البشرية في غزة. أم العدو شهرا لكي يستمر في قتله وآلف قتله، وحتى إلى اليوم إلى يومنا هذا، أو حتى الأمريكي يقول لا نعتقد أن ما يقوم به في الحقيقة الجيش الإسرائيلي هو مصداق للإبادة البشرية، يلعن أبوكم لك بعد بقشي. هذه مستشفى شفاء أصبحت في الحقيقة خبر كان، والجثث متعللة والإعدام في الحقيقة بالجملة علنا، والاعتداء على النساء، يعني الفضائيات بدأت تصرخ أنه يا عمي كفوا عن النساء أعراض الناس. لا، عملية غريبة لم تحصل مثلها في التاريخ، هذا ما يقوله المؤرخون المشرفون على تاريخ الحروب، لم يحصل حقيقة شيء ما يحصل الآن مثل ما يحصل الآن. زين، كيف هل تعول إيران على المجتمع الدولي الذي يرى كل هذه الجرائم يوميا ولا يحرك ساكنا؟ لحظة، بجملة، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية مخترقة وممسوكة من قبل الصهيونية والماسونية والحقيقة الاستكبار العالمي. نقطة عصر. إذن كيف ممكن التعويل عليهم؟ قاوم كما صرح سماحة السيد، قاوم وأمضي إلى الأمام وستلتحق بك شعوب. شوف هذه الآن
الوعي الأوروبي تجاه ما يحصل في غزة. من كان يتصور بعد 70 سنة من رواية إسرائيلية أنه العرب يريدون قتلنا، العرب يريدون أن يكرر بنا الهولوكوست؟ اليوم في أرقى جامعات أمريكا مثل هارفارد وآي تي وما إلى ذلك يرفع العمل الفلسطيني أخي العزيز. طبعاً. هذا الشيء كما قال الأخ كامل بعبارة جميلة، هذا لطف إلهي، هذه دماء في الحقيقة، الأطفال الرضع، النساء في الحقيقة الحرائر، هذا ليس شيئا طبيعيا في القارات الخمسة. نشاهد هناك مظاهرات ولم تكف وستتوج إن شاء الله بمظاهرات يوم القدس العالمي. تمام سي هدر، تعليقك. أنا أعتقد حقيقة هذا بداية النهاية للكيان الصهيوني. هذا تخبط أصبح واضح بإدارة الدولة، بإدارة الحرب، وبالتالي أنت قبل قليل قلت لي يعني معقولة أنه الكيان الصهيوني يصبح متخبطا وبالتالي يحدث هذه الأخطاط؟ نعم هذه الأخطاط تحدث، يعني هذه الدرجة من الحماقة أنه يستهدف نعم بعثة دبلوماسية تابعة لدولة أخرى. نعم نعم، وقلت لك لربما الأهداف التي يتصورها هو من أجل أن يكون هنالك رد، يتوقع أنه هنالك رد إيراني، ولربما هذا الرد الإيراني سوف يكون باتجاه الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو استهداف سفارات إسرائيلية، وبالتالي هو يحاول بصورة أو بأخرى إشراك أكبر عدد ممكن من هذه البلدان. بس وتغيير، ربما هناك تحليل آخر للموضوع. سيد أفقه يقول أنه، وهذا معروف أيضا، يعني يعني لوبيات العالم ومؤسسات العالمية يسيطر عليها الصهاينة، فبالتالي هو عندما يقصف مستشفيات، يرتكب كل هذه الجرائم، ماكو اصلا واحد يرد بنفس، فبالتالي بنفس الاستهتار يمارسه على البعثات الدبلوماسيه. لا لا، بنفس اللحظه هنالك ايضا وعي عالمي. شوف اوروبا الان كثير من البلدان التي بدات تتحدث على انه هذا ما يحدث الان في غزه هو خارج حقيقه كل السياقات الدبلوماسيه والاعراف الدوليه في اداره الحروب. هنالك بلدان في جنوب افريقيا، في امريكا الجنوبيه، في امريكا الشماليه بدات تتحدث وحقيقه تسحب سفراءها من الكيان الصهيوني. من الذي كان يتصور انه جنوب افريقيا تقدم دعوه؟ كان من المفترض البلدان الاسلاميه والعربيه هي من يقدم دعوه في محكمه العدل الدوليه اتجاه الكيان الصهيوني. هذا التطور العالمي قبل فترات بسيطة. هذا حتى قضية جنوب أفريقيا، يعني الواضح من الناس أنه هو يتعاطف إنساني وهو أمر جزء منه صحيح. لا بس اسمح لي، لكن بعض الناس لا يعرفون شنو سوى الكيان الصهيوني في جنوب أفريقيا وفي أفريقيا. الكيان الصهيوني هذه السنوات كلها يشتغلون على تدمير المجتمع الأفريقي، وكانوا يحاولون أن يجيبون البدلاء للعمالة الفلسطينية داخل فلسطين من أفريقيا، ودعموا لوبيات داخل جنوب لكن أفريقيا وغيرها. متى بدأ الوعي ومتى بدأ الملاحظة والحديث عن هذه القضية والعمل بالضد؟ الآن بعد طوفان الأقصى، الآن أصبح العالم متوجه بأنظاره وسمعه بشكل مباشر على ما يحدث الآن، هذه الجرائم. هل كان هنالك من يتحدث ويقول أنه مثلا الكيان الصهيوني قد قام بجريمة فلانية؟ الآن الكل يتحدث عن هذه الجرائم. الآن هنالك في مجلس الأمن في الأمم المتحدة هنالك بعثات دبلوماسية لكثير من البلدان الأوروبية التي تتحدث بشكل علني. هنالك داخل الكونغرس الأمريكي من يتحدث ويقول أنه هنالك حقيقة تعاون كبير من الجانب الأمريكي مع الكيان الصهيوني الذي يحدث جرائم إنسانية في داخل غزة. هناك كثير من الشخصيات داخل البرلمانات الأوروبية بدأت تتحدث وبشكل علني وبشكل واقع، وهذا ما نشهده ونسمعه. هذا التغير وهذا الوعي. بس وين عن يعني وينك عن جيران الكيان الصهيوني؟ البلدان العربية بلدان خانعة. إذا ما أردنا المصريين عندما قدمت هذه الدعوة من جنوب أفريقيا، الكيان الصهيوني تحدث وقال أنه من حقيقة يقطع ومن يفرض الحصار هم المصريون بغلقهم منفذ رفح. وبالتالي هذه النقطة علينا أن ننتبه لها، من الذي حقيقة يبني جسرا جويا لإرسال المساعدات من بلد عربي وخليجي إلى الكيان الصهيوني بدلا أن يرسله إلى من؟ إلى الفلسطينيين. هنالك من يتحدث من البلدان العربية والتي تعتبر هي قبلة المسلمين على أنه الاستحقاق
لهذه الأرض هم الصهاينة وليس المسلمين ولا العرب في هذا الموضوع. إذن هؤلاء أنا لا أعتمد على من يتحدث بهكذا نبرة. حتى يعني أحد الممثلين البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة يتحدث ويقول الجريمة التي قامت به حماس وبالتالي العمل الإرهابي الذي قام به حماس. من يوصف حماس بهذا الوصف التي تطالب حقيقة بالتحرر والتي تمارس حقها الشرعي الذي أقرته كل الدساتير بما فيها الدستور الأمريكي بضرورة أن يكون هنالك جناح مسلحة للمطالبة بتحرير الأراضي إذا ما تعرضت هذه البلدان إلى الاحتلال. وبالتالي هذه الدول العظمى، هذه الدول الكبيرة التي تتحدث عن الإنسانية وكثير من الأمور الأخرى داخل دساتيرها تشرع وتعطي وتجيز لحماس أن تعمل بشكل عسكري من أجل تحرير أرضها وكسب حريتها. وبالتالي سيدي الكريم الآن نحن نعتمد على الرأي الدولي والعالمي بتصحيح هذه النظرة بالرك على هذا الدفع. وبالتالي أنا أعتقد هذه الجريمة على أي دولة يعني جميع البلدان، على أي دولة؟ حتى الولايات المتحدة، حتى ما حصل ترى مو على مستوى الأنظمة السياسية. لا لا لا، حتى الولايات المتحدة سيد حيدر فقط هذا اللي حصل. التظاهرات لا يعني ما تقوم بها حكومات وإنما تقوم بها شعوب. على مستوى الشعوب هناك نهضة حقيقية، وهناك مثل ما ذكر السيد عفقهي العلم الفلسطيني في كل العالم موجود الآن، يعني تطور رهيب. لكن على مستوى الأنظمة السياسية فهي أنظمة جزء منها يدعم الكيان و جزء منها يدعم بشكل مخفي، والجزء الآخر ما عنده قدرة أن يواجهه وخلص. دائما التغيير من أين يبدأ؟ هل يبدأ من الحكومات أن يبدأ من الشعوب؟ قاعدة جميع هذه البلدان وجميع النظريات وجميع أيضا الدساتير الأخرى التي بدأت التغيير بها إذ ما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين الحرب ما بين الشماليين والجنوبيين، بالأخير من الذي حقيقة أنهى هذه الحرب؟ هو الشعب. الثورة الفرنسية أيضا من الذي قام بها وغير نوع النظام الفرنسي في تلك الفترة. كثير من البلدان يعني تحقيق هذا الوعي هو شيء مهم جدا. طبعا أنا أعتقد التغيير ينطلق هي من الشعوب. لا ننظر إلى عمل الشعوب وهذه التظاهرات بشكل أنه تأثيره قليل، لا بالعكس، هذا التأثير سوف يكون مؤثرا ومؤثر كبير جدا باعتبار هذه الحكومات هي تحتاج هؤلاء في الانتخابات القادمة. ولا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن هي تحاول أن تخاطب جمهورها وأن تقنع جمهورها على أنها تعمل من أجل الجانب الإنساني؟ وقت لم يتبقى الكثير عندي أستاذ كامل، يعني الآن مثل ما يقول السيد أفقهي نحن في حرب مستمرة لكن بمعارك مختلفة بقواعد اشتباك مختلفة. يتوقع أنه حسب مراكز الأبحاث الإيرانية وهي تتحدث عن نهاية هذه الحرب في 2027 عراقيا، كيف ممكن يتعامل العراقيون على الأقل محور المقاومة مع هذه المعطيات؟ يعني أنا ما أختلف عن رؤية السيد أفقهي، يعني أنا قلت في البداية أن هنالك مسار إيران لا ترد عليه بشكل مباشر. إيران ردودها جيوستراتيجية واستراتيجية، حينما تتعرض إلى ضغوط، حينما تتعرض إلى ضربة لا تهتز ولا تتأثر لأنها تخطط لسياسات بعيدة الأمد. فالأحداث الصغيرة تنطوي تحت دائرة من دوائر المخططات الموجودة، يعني من ضمن المخططات أنت تحتمل أن هنالك ضغط إسرائيلي، أن هنالك جريمة إسرائيلية، جريمة أمريكية، هذا أمر طبيعي. البعد الثاني التغيرات في المجتمع الدولي، تغيرات بنيوية أساسية، تغيرات كبيرة. يعني إحنا ما شاهدين رئيس وزراء دولة أوروبية بشكل علني ورسمي كما فعل رئيس الوزراء الإيرلندي ينتقد الكيان الصهيوني، ولا شايفين جمهور يرفض البضائع الصهيوني. هذا تغير مهم جدا، صحيح هو في بداياته أو صحيح هو لم يتبلور ولم يتحول إلى قوة سياسية منظمة، ولكنه يؤثر. كثيرين قالوا أن موقف بايدن الأخير بسبب انحسار وتراجع ناخبيه في بعض الولايات الأمريكية ودعمه، فحاول أن يعني يخدع هؤلاء الناخبين بأنه هو إذن ضد تأثير الحرب. الشعب له تأثير، إذن أكيد الشعب له تأثير، تأثير الشعب أكيد له، ولكنه لم يتبلور بشكل كامل. وإحنا عندنا يعني جزء من الإسلاميين، جزء من الدول العربية، عندنا عقدة من المنظمات الدولية، إحنا عندنا يعني حساسية منها لأن نعتقدها كلها عميلة وكلها مخترقة وكلها كذا. بس بالوقت الحاضر أنا شفت أمين عام الأمم المتحدة أنطى مواقف قوية، مواقف جيدة. قلت روش يعني كانت مواقفه، ما أقول جيدة جدا على المستوى الإعلامي صحيح،
ولا هو ما مطلوب منه اكثر لا لا, لا على المستوى على المستوى الميداني ماكو شيء. الامم المتحده ما عندها اداه تنفيذيه مو مثل مجلس الامن. لا عندها عندها وكالات على الاقل, على الاقل عندها وكالات ممكن تساهم في رفع المعاناه يعني اللي قاعد تجري الان في الارض. انتقد قطع المعونه عن الاونروا, انتقد ايقاف بعض الدول يعني قطع مساعداتها للاونروا. هو هذا اللي يمكن يعني انا اقول هذا الممكن, هذا الممكن متاح وهذا مفيد, ولكن الحق يأخذه أصحابه, الحق يأخذه المقاومون الأبطال الذين يتحملون والذين يجاهدون والذين يستعدون لتحمل مصائب هذه الجرائم كلها ولكنهم لا يتنازلون. هذا هو عنصر القوة اللي الله سبحانه وتعالى مكننا منه, وهو واعدنا أنه سينصر هذه الفئة, وأكيد النصر ليس بعيد. يعني سيد عبد الهادي يقول يعني 27 أنا بنظرة بعيدة. أنا أعتقد الكيان الصهيوني دخل في هذا النفق المظلم ويعني بدأ مسلسل الانهيار يتدحرج نحو الانهيار. شكرا أستاذ كامل. شكرا لك. شكرا أيضا أستاذ حيدر عرب الموسوي, وشكرا أيضا الأستاذ هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من إيران. أشكركم مشاهدينا الكرام, في أمان الله.